لكم مدام حنان، كل شيء بخير؟ تمام الحمد لله. وانتم؟ الحمد لله. دونك انت الحارسه العامه نتاع سولي كود. الهدف ديالنا الان ولا نتعرفوا على هذه المؤسسه. كنعرف انها مؤسسه اللي شويه مختلفه اونيك اون فيت جو كرو كو من النوع ديالها هي الاولى في المغرب. دونك هنا في مدينه طنجه. نبغيو نتعرفوا عليها، نتعرفوا على الشركاء اللي ساهموا في انشاء هذه المؤسسه اللي كنعتقد انها غادي تعطي بزاف عدد كبير من المتدربين في المغرب. Effectivement, donc مرحبا بكم في المركز التضامني الرقمي سولي كود طنجي، دونك اللي هو تفتتح سنة 2020 بشراكة ما بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفات ومكتب التكوين المهني. دونك الهدف من هذا لو سونتر هو تكوين او توفير تكوين تأهيلي للشباب في لو دومين دو ديجيتال او في مجال الرقمنة. دونك هنايا عندنا تكوين في لو ديفلوبمون ويب، دونك تطوير الويب، وتكوين في لو ديفلوبمون موبيل اللي هو تطوير برامج الاجهزه المحموله واللوحات الرقميه. يعني كنعتقد بانها مهنه المستقبل. باوي. وزيد فيزيونير، دونك الفكره هو انه بالفعل نخلقوا فرص عمل بتكوين كنعتقد كدوم المده ديالو سنه واحده فقط. وعندكم جوج ديال الفيليير، دونك بور شاك فيليير او لكل شعبه سنه، يعني سنه وسنه. داكور. سنه بور ديفلوبمون ويب وسنه على قبل ليزابليكاسيون موبيل ولا موبيل. تري بيان. شحال سعداء الحظ دونك المتدربين اللي ممكن يدرسوا كل سنه عندكم هنا في السونتر؟ داكور. دونك بالنسبه لكل سنه السونتر كيفتح الابواب ديالو ل 120 متدرب، يعني كيوفر 120 مقعد بيداغوجي. وكيف ما شفتوا لو سونتر كيتوفر على احدث التجهيزات اللي كيمكن ليهم يوفروا للمتدربين اخر التحديثات اللي زوين بزاف. هو انه يعني الديكور العام ديال المؤسسه يعني كيفتح الشهيه سواء ان الدراسه وايضا العمل والابداع. فبالتالي كنعتقد بانه غادي تكون حلقه خاصه اللي غنحاولوا نتعرفوا فيها على هذه لافورماسيون هذه. كنشكرك بزاف على كل المعلومات اللي قدمتيها، تعرفنا عطيتينا تعريف عام على المؤسسه. الان ربما غادي نتعرفوا على لي كونديسيون داكسي واللي هما ايضا دي كونديسيون اللي خاصين شويه. خليكم معنا. سعد تشرف معرفة ديالك. بغينا نعرفوا من عندك لي كونديسيون داكسي. مو جو سيك بانه انتم ما تطلبوش شهاده بكالوريا او مستوى بكالوريا، ما تطلبوش اي دبلوم. عندكم دي كونديسيون مختلفين تماما على لي زوتر سونتر. بالضبط. حنايا المركز التضامني الرقمي بطنجه هو مفتوح في وجه الشباب بدون اي شروط على مسبقه من ناحيه ديال المستوى الدراسي ديالهم. الشرط الوحيد اللي كاين هو الشرط ديال السن، انه المترشح يكون السن ديالو كيتراوح ما بين 18 و 35 سنه. هذا هو الشرط الوحيد في التسجيل القبلي. واكيد الرغبه الملحه في انه ياخذ هذه لافورماسيون هذه. اكيد جدا. لو كان هذا الشخص عنده هذه الرغبه يعني يكفي انه يولج الموقع الالكتروني ديال المؤسسه ديالنا وكيعمل واحد العمليه ديال التسجيل القبلي، كيعمر فيها المعلومات الخاصه به. كنعرف غير العنوان ديال الموقع. الموقع هو solicode.com. اوكي. من بعد كيقوم باجتياز واحد الاختبار، واحد الاختبار بسيط فيه اسئله ديال المنطق ومجموعه من المتتاليات الرقميه كيحاول يجاوب عليها، وكتم بهذه البساطه هذه كيكون كمل يعني العمليه ديال الانتقاء القبلي ديالو. اذا اكيد من وراء عمليه الانتقاء تيكونوا دي تيست او تيكون ان كونكور ولا تيكون شي. كنجتمعوا من بعد اللجنه ديال الانتقاء داخل المؤسسه يعني اعتمادا على ديك النتائج ديال الاختبار ديال اللي كان اونلاين. كنعملوا كنتم المنادات على المترشحين اللي دوزوا هذا الاختبار هذا بنجاح، وكندوزوا لهم هنا داخل الاسوار ديال المؤسسه مجموعه من المقابلات. هما اربعه ديال المقابلات بالضبط اللي كاينين. دونك كاين المقابله الاولى كنسميو حنا اونتروتيان ادمنستراتيف، هو نقولوا مقابله اداريه كنشوفوا فيها يعني مدى التزام هذا الشخص هذا باش انه يعمل معنا هذا التكوين هذا. حنا ما يمكنش يعمل التكوين هذا ويكون عنده شي تكوين اخر موازي، لان حنا عندنا الحضور ضروري اجباري وكيستمر من التاسعه صباحا للخامسه مساء طيله الاسبوع من الاثنين الى الجمعه. يعني ما يمكنش هو يعمل شي تكوين اخر موازي. وكنشوفوا ايضا الظروف يعني نقولوا الماديه ولا ماديه ديالو اللي تسمح له انه
يدوز لا فورماسيون طيله السنه معوقات. بالضبط يعني طيله السنه ما يكونش عنده شي معوقات لا ماديه ولا لا ماديه. وكاين هناك اختبار ثاني هو اختبار نقولوا ديال التحفيز ومدى الرغبه ديال هذا الشخص هذا باش انه يولج من هذا العالم الرقمي وتكون عنده فعلا الرغبه بانه يحصل على واحد المجموعه من الكفاءات والمهارات في هذا الميدان هذا اللي تخلي انه يولج للعالم ديال الشغل يعني كنسميوه اونتروتيان دو موتيفاسيون. هناك ايضا واحد المقابله ثالثه اللي هي كنسميوها حنايا مقابله ولا اونتروتيان تكنيك في الحقيقه ما كنطرحوش اسئله في التقنيه في الميدان ديال البرمجه ولا ديال الرقمنه ولكن حنا كنطرحوا اسئله كنشوفوا مدى قابليه هذا الشخص هذا انه واش عنده قابليه ديال التعلم الذاتي الاستيعاب بالضبط لان حنا كنخدموا بواحد لا بيداغوجي اكتيف وهذا لا بيداغوجي اكتيف بالاساس هي مبنيه على مدى التعلم ديال الشخص تعلم ذاتي وكنشوفوا ان هاد الاشخاص هذو اللي مترشحين عندنا واش عندهم هاد القابليه هذه ولا لا. وكتبقى المقابله الرابعه هي في الحقيقه ماشي مقابله وكنسميوها حنايا يعني سيريوس جيم هي واحد اللعبه كتكون اطار في اطار واحد المجموعه وكتكون لجنه ديال الانتقاء كنعطيو لهم واحد اللعبه وكنكونوا حنا كنلاحظوا غير الاشخاص هادو واش عندهم قابليه ديال الاندماج داخل المجموعه واش كيقدروا يبارطاجيو الافكار ديالهم مع الاصدقاء ما كاينش مشاكل في الاندماج لان حنا الخدمه عندنا هنا كتكون عباره عن مشاريع والاغلبيه ديال المشاريع كتكون داخل واحد الجروب دو طرافاي يعني واحد الفرق واحد المجموعه ديال الناس مجموعه ديال الناس خصو يكون هذا الشخص هذا عنده القابليه ديال الاندماج داخل المجموعه. اللي لاحظتي سعد هو انه هذه المقابلات هذه كامله الهدف منها ماشي اون سيليكسيون بقدر من هو التاكد من انه المرشحين غادي يشغلوا المقاعد البيداغوجيه المتوفره وغادي يستمروا ويقدروا يستافدوا 100% من هذه لا فورماسيون اللي غادي ياخذوا. هذا هو الهدف الاساسي من هذا يعني هذه السلسله ديال المقابلات اللي كنعملوا هنا. دونك من بعد طبعا القبول النهائي تيكون طبعا المتدرب امام سنه ديال التكوين كتشمل واش كتسمالو ديفلوبمون ويب. ديفلوبمون ويب عندنا حنايا جوج ديال الانواع ديال لي سيرتيفيكا هنايا عندنا ديفلوبمون ويب يعني الاشخاص اللي كيجيو عندنا بدون اي معرفه مسبقه بهذا الميدان ديال البرمجه وديال الميدان الرقمي كان حنايا كنوجههم انهم يعملوا هذا السيرتيفيكاسيون ديال ديفلوبمون ويب. اذا كان الشخص عنده مهارات ولا معرفه قبليه بهذا الميدان وعنده مكتسبات في هذا الدومين هذا كنقدروا نوجهوا للسيرتيف الثانيه اللي عندنا حنايا ديفلوبمون موبيل. واش كتيسر الامور بالنسبه للشخص اللي دار لا فورماسيون الاولى انه يقوم السنه الثانيه مثلا بلا فورماسيون ثانيه مباشره؟ بالضبط ان الاشخاص اللي عندنا حنايا والدليل هذه السنه هذه ان مجموعه الاشخاص اللي قراو السنه السيرتيف الاولانيه اللي هي ديفلوبمون ويب كاين اللي لجا مباشره للسوق ديال الشغل وكاين اللي بغى يزيد ينمي المهارات ديالو في واحد الميدان اخر حتى هو اللي مطلوب حاليا في السوق ديال الشغل اللي هو الديفلوبمون موبيل. وهاد الاشخاص هادو شجناهم بدون اي يعني هما كنعرفوهم مسبقا ما عندهمش مشكل باش انه يولجوا الدوزيام سيرتيفيكا اللي عندنا في المؤسسه. شكرا لك استاذ سعد على جميع المعلومات هذه اللي وضحت لنا لي كونديسيون داكسي بالنسبه للسونتر سولي كود ديالكم. الان طبعا هاد لي دو فورماسيون اللي كاينين واللي هي طبعا سنه مستقله لكل فورماسيون على حده لو ديفلوبمون ويب ولو ديفلوبمون موبيل غادي نحاولوا نتعرفوا عليهم اكثر نتعرفوا على المنهج البيداغوجي المتبع داخل هذا لو سونتر وايضا نشوفوا شهادات ديال بعض المتدربين اللي اختاروا يستكملوا الدراسه ديالهم في هذا لو سونتر هذا ونشوفوا الى اي مدى كيستافدوا من هاد لا فورماسيون. فورماتريس في مركز التضامن الرقمي سوليكود طنجة. في هذا المركز هذا كنشتغلوا بالاساس بواحد لا بيداغوجي اللي هي لا بيداغوجي اكتيف وهي بيداغوجية قائمه بالاساس على التعلم الذاتي للمتدربين اللي كيلتحقوا بنا في هذا المركز هذا. التكوين ديالنا في هذا المركز هذا كي اعتمد على مشاريع مستوحات من سوق الشغل باش كيكونوا لي زابرونون ديالنا مهيئين باش انهم يندمجوا فيه. لا جورني ديالنا في المركز كتبدا من 9 الصباح الى 5 د العشيه وكنفتتحوا اليوم ديالنا بواحد ستاند اب اللي هو عباره عن اجتماع ما بين كيجمع ما بين لو فورماتور ولي زابرونون ديالو اللي كنحاولوا فيه
أو من خلاله أننا نوجه أو نستعرض المشاكل ولا الصعوبات اللي يواجهوها لزابخنان في المشاريع اللي هي قيد الإنجاز. وكان حاولوا أننا نتعرفوا على المهام اللي غادي يقوم بها كل متدرب خلال اليوم الجديد. كان مروا لافي تكنولوجيك. ألوغ شنو هي لافي تكنولوجيك بعجالة؟ هي واحد عبارة عن واحد العرض كيقدموا واحد أو زوج من المتدربين، وكيكون عرض حول يعني آخر المستجدات في الميدان التكنولوجي ولا الميدان الرقمي. الهدف منه كذلك هو ان لي زابرونون ديالنا ينميو القدرات ديالهم، بحال مثلا قدرات الالقاء ولا الاستماع ولا العرض، وكيتم في الاخير واحد النقاش حول هذاك الموضوع اللي تم العرض ديالو. من بعد كل متدرب كيلتحق بالمكان ديالو كيكمل المهام ديالو اللي غادي يشتغل عليها خلال هذيك لا جورني. لي زابرونون ديالنا كل واحد كيشتغل على المهام ديالو، وسا ديبون يعني يقدر يكون كيشتغل على مهام مع لي كاماراد ديالو، لان على حسب يعني المشروع واش هو مشروع انديفيديوال ولا اون جروب. دونك هنا كيكون عنده واحد المهام في هذاك المشروع كيقوم بها، وبشكل طبعا يعني مستقل، لان هذا هو الهدف من هذا التكوين في هذه المؤسسه. سي رضا حماده 21 عام ابخونو في سوليكود سبيسياليزي اون ديفلوبمون ويب. باخوك ديالي في سوليكود كان يعني مبدل قبل، انا كنت يعني ادب وكان ديما عندي داك الباسيون انني نقرا ديفلوبمون بروغراماسيون ان جينيرال، انما وقع لي واحد يعني مشكل في التوجه كملت ومشيت درت ليسونس اون دوا بريفي. من بعد ما درت ليسونس بقى ديما عندي داك يعني خصني نقرا ديفلوبمون، خصني ندير واحد الكارير بروفيسيونيل في ديفلوبمون وخصوصا ديفلوبمون ويب. فبقيت كنقلب على شي فورماسيون اللي ما طلبش مني يعني باك سيونتيفيك، لقيت سوليكود دفعت من سوليكود وقبلوني بديت فورماسيون ديالي معاهم. بالنسبه للفورماسيون لقيت ان الفورماسيون يعني كتماشى مع داكشي اللي بغيت انا في الكارير بروفيسيونيل ديالي، لان المدرسه كتابلي يعني التكنولوجيا الاخرى اللي مطلوبين في سوق الشغل، وخصوصا في سواء في الديفلوبمون يعني فرونت اند او ديفلوبمون باك اند. انا بغيت يعني ندير واحد الكارير اون ديفلوبمون ويب، نوصل لواحد النيفو ديال ويب ديفلوبر سينيور. فكنشوف ان سوليكود يعني بالفورماسيون ديالها كتخليني نوصل لهاد لوبي، لان ابار تكنيك الهارد سكيل سوليكود كتركز مثلا على السوفت سكيلز، يعني كيفاش انك تخدم اون ايكيب، كيفاش انك تقدر يعني انك تانتيغرا في المارشي دغيا بالسكيلز اللي كيقريونا، خصوصا في لي بروجي اننا كنديروا اوتو فورماسيون، يعني حنا كنتعلموا بوحدنا، يعني كنطبقوا الكونسيبت ديال ليرنين باي دوين و بير ليرنين، يعني اننا كنتعلموا مع بعضياتنا، لي زابخونو كيتعلموا مع بعضياتهم. يعني في حاله مثلا حلتي في شي حاجه كتلقى لي زابخونو اخرين يقدروا يعاونوك. شي مازارو ديفلوبور موبيل في سوليكود. قبل سوليكود كان عندي واحد ديبلوم في ملتي ميديا اللي فيه خديت لا باز ديال ديفلوبمون موبيل. من بعد بغيت واحد فورماسيون كومبليمونطار في ديفلوبمون موبيل اللي قدمتها ليا هنايا سوليكود. ملي بديت هنايا فورماسيون في الاول كان واحد سيستم اخر اللي هو بيداغوجي اكتيف ليرنينغ باي دوين او ليرنينغ باي ماسيلف، اللي هو غادي نتعلموا الرسنا. فهاد السونتر كيقدم لينا كاع الوسائل اللي غنحتاجو اننا نديفلوبيو الهارد سكيلز وحتى السوفت سكيلز ديالنا، بيناتهم واحد الماشين اللي غادي نخدموا بها، لاسباس، ليكيب، واحد الفورماتور او لونكادرون اللي غادي يتبع معنا الفورماسيون ديالنا واللي غادي يدينا في الباركور ديالنا في الديفلوبمون. في هذه الفورماسيون كنوجد راسي نخدم على البروجي بروفيسيونيل ديالي اللي هو انني نولي ديفلوبور موبيل سينيور. وفي نفس الوقت هاد الفورماسيون كتوجدني من دابا انا نخدم على هاد البروجي ديالي. دا
دونك معايا في هذه الفقره سي فؤاد السراج اللي هو انكادرون فورماتور في لو سونتر سوليكود، وايضا ندى سيتو اللي هي متدربه في هذا لو سونتر ايضا، وغادي نتكلموا معكم على لي زاكتيفيتي باراسكولير في لو سونتر سوليكود. مهم بزاف انه اوسي في هذا لو سونتر الوعي بتطوير المهارات عن طريق الانشطه الموازيه. عدد كبير من لي زيكول تيقوموا بهذا الشيء، كيكون عندهم دي كلوب. نتوما شنو عندكم والى اي مدى سي فؤاد واعيين يعني بالاهميه الاكاديميه ديال ادماج هذه الانشطه الموازيه في المسار الاكاديمي ديال لي جون؟ دونك بالفعل بفضل بالاهميه ديال هذه الانشطه ولي كلوب ولي كلوب اون جينيرال وبالاخص كلوب انفورماتيك في تنميه المهارات ديال لي زابخونو، حاولنا ديال الديبار ملي كنبداو الفورماسيون اننا نموتيفيو لي زابخونو انهم يكريو واحد كلوب انفورماتيك ولا بليزيور كلوب، ولكن حنا ركزنا على حساب حنا كنكونكادري معاهم لو كلوب انفورماتيك. دونك فهاد الكلوب كنحاولوا نعملوا واحد لونسوم دي زاكتيفيتي بحيث لي زابخونو سوليكود انهم ينميو واحد المجموعه من المهارات ونوطامون لي سوفت سكيلز. باغمي لي زاكتيفيتي اللي هنا في المدرسه كنبلوهم عندنا تخوا زاكتيفيتي. لاكتيفيتي الاولى اننا موتيفيناهم انهم يكريو لو سيت ويب ديال لو سونتر سوليكود.انكو ويأسوري اوسي لا مانتونونس ديالو. ثاني اكتيفيتي اللي كيخدموا عليها هو انهم كيسجلوا دي بتيت فيديو كنحطوهم في يوتيوب. اوكي انا نقول لك علاش هاد الفيديو اللي كيصلحوا. دوك هاد الفيديو اول حاجه كنموتيفيو فيهم لي نوفو انسكري انهم نجذبوهم باش يتسجلوا عندنا في الصوت باش ناتيريو لي بون بروفيل. وثاني حاجه اننا كنموتيفي بهم لي زابخونون اللي هما باقيين عندنا باش يتزاد لا موتيفاسيون ديالهم. والاكتيفيتي الثالثه اننا كنموتيفيو المنطقه اللي حنا فيها. كنشوفوا المدارس مثلا، حنا شفنا مثلا المدرسه اللي قدامنا جبنا التلاميذ السادس وكنعملوا معاهم واحد لاتولي اللي هو بسيط بوندو واحد جوج سوايع، دوز اتولي سكسيسيف. في لاتولي الاولاني كنشوف معاهم لي باز ديال البروغراماسيون، شنو هي البروغراماسيون، شنو هو لورديناتور، وكنركزوا لهم على لو روبو كيفاش هذا لو روبو كيخدم، ولكن بواحد الطريقه مبسطه وان يوتيليزاس واحد لونجاج كريي سبيسيفيكمون بور لي زونفون اللي هو لونجاج سكراتش. جميل. اذا خرجتوا حتى خارج اسوار لو سونتر، ولاو حتى الاطفال يعني في المنطقه تيستافدوا من لا كاليتي دو فورماسيون ديالكم، ربما فو لي زينيسيي اوسي انهم يفكروا في هذا المجال فيما بعد. الاوبجيكتيف ان حنا واحد لو سونتر اللي هو بالاضافه انه سوليدير ولكن انكلوزيف اي سوليدير، وكيهمنا اننا الناس المنطقه يتعرفوا على لو سونتر ديالنا باش كيتزاد الاشاعه ديال السونتر، وتا هما بوكوا با انهم مستقبلا انهم يكونوا دي ديفلوبور بوركوا با دي فريلانسر ودي ليدر في الديجيتال وما ان شاء الله. يفو جوست لي زينيسي وانهم يلقاو لو بون سونس من بعد بوتاتي فون ديفلوبي سا، وعلى بال ما يوصلوا لي زيتود سوبيريور يكونوا حددوا تماما المسار الاكاديمي ديالهم. ندى دونك انت ربما اختاريتي هاد لا فورماسيون هادي لانه تتعجبك لانها قريبه ليك، ولكن اختاريتي اوسي انك تكوني من انشط العناصر في لي زاكتيفيتي باراسكولير. واش يعني مارستي هاد الانشطه هادي قبل ما تدخلي لو سونتر، وشنو تديري اكزاكتومون في هاد الانشطه؟ الانشطه كنت انا مختصه بال ديال الفيديوز، ديال المونتاج ديال الفيديوز. انا ديتاج ديال الفيديوز حيتاش قبل ما نجي سوليكوس كنت كنصور يعني بعض الفيديوز عليها، قلت انا شباطاج ديال لي مونتاج وعرفت كيفاش الاورغانيزاسيون ديال تمجيسيون دو طون تريزي كيفاش الاسماء ديال لي انترفيو اللي غيهضروا واللي هاي بريباراسيون ديال لي كيسيون. يعني هادو كانت واحد الاكتيفيتي يعني جديده عليا بالنسبه للاورغانيزاسيون، وبالنسبه عاوتاني عملت الانترفيو راسي كيفاش قدمت، حيت في الاول كنت في الاول كنعاود فيديو كنحشم كنقول ما نعرفش نعمل، ولكن مع البراتيك مع الفيديو مور فيديو عرفت كيفاش نانتيغري مع دونك قلتي بانك كاين شي حويجات اللي تبدلوا في الشخصيه ديالك، وليتي كتعرفي بيتيت مابقيتيش كتحشمي، التواصل يعني تقوى عندك اترافيغ هاد لي زاكتيفيتي هادو، شنو الحويجات اللي حسيتيهم حتى هما تبدلوا في شخصيتك؟ طورت الشخصيه ديالي كيفاش نجيغي جيستيون دو طون، يعني في الاول ما كنتش كنعرف كيفاش نجيغي كيفاش نخدم في اون جروب كيفاش نفرقوا لي طاش، يعني هذه هي اللي تعلمتها بزاف وفادتني في الحياه ديالي. اذا واش كاين هنالك اقبال سي فؤاد على هذا لو كلوب دانفورماتيك؟ عندنا اقبال وعندنا دوطخ اكتيفيتي، ولكن كاين اقبال على الكلوب لانهم كيلمسوا شنو يستافدوا من هذا الكلوب وكيشوفوه خلال لي زاكتيفيتي اللي كنعمل.
اذا كنوه بهذا الاهتمام الكبير اللي كديروه على الانشطه الموازيه، لانه اصبح من الضروري اليوم نوعاو بانه الانشطه الموازيه هي مكمله لا فورماسيون انيسيال ديالكم. مزيان انه لي جون يكونوا واعيين وانهم تينخرطوا بشكل كبير. وشكرا لك سي فؤاد على المجهودات الكبيره ديالك من اجل تنميه المهارات ديال لي جون ديال لو سونتر. في اطار تنميه المهارات دائما غادي نمروا للفقره المقبله مع كوتش كريم، وغادي نشوفوا الى اي مدى ايضا لو سونتر كيهتم بلي سوفت سكيلز حتى في لا فورماسيون، وغيكون ان اكزرسيس تري انتريسون مع لو كوتش. مهارات الفقره اللي كنسطروا فيها مزيان على اهميه ديال السوفت سكيل في صناعه ديال واحد لو بروفيل دو سورتي فاسيلمون امبلويابل. غنناقشوا هذه النقطه هذه مع الاستاذه فردوس اللي هي بروف دو كومونيكاسيون اي سوفت سكيلز. استاذه مرحبا بك. شكرا. بغيت نسولك على شنو كيدار او نيفو ديال سوليكود باش نعاونوا هاد الشباب هادو انهم يطوروا المهارات الحياتيه بالاضافه للمهارات الصلبه باش انهم يخرجوا سوق الشغل واجدين. كما كنعرفوا كاملين حاليا باش ليولوج سوق الشغل دونك المهارات التقنيه غير كافيه ليولوج السوق، دونك خصهم يكونوا كيتوفروا على مهارات شخصيه بحال لا جيستيون دو طون، لا جيستيون دو ستريس، لا ريزوليسيون دي بروبليم اكسيتيرا. دونك المركز التضامن الرقمي عدل واحد البروغرام اللي كيتوازى ولا كيتماشى مع متطلبات سوق الشغل. البرنامج التعليمي ديالنا كيتضمن شقين، الشق الاول كل ما يخص préparation ديال لو مارشي دو ترافاي، يعني كنوجدوا لي زابرونون كيفاش يوجدوا لو مارشي دو ترافاي، دونك كيفاش يبريباريو لونتروتيان دومبوش ديالهم، كيفاش يعدلوا ان سي في بيرسوناليزي ادابتي ا لور بروجي بروفيسيونيل، ايغالمون اون بارتي كي بورت سور لو ديفلوبمون بيرسونيل. Très bien. واش كاين شي متدخلين اخرين من غير لو كور اللي كيدار او نيفو ديال ليكول؟ Effectivement, la formation ديالنا ما كتقتصرش غير على داكشي اللي كنعملوه في القسم، كاين ديز اكسترن كي فيان باش كي اسيغيو لا فورماسيون معنا، كيعملوا دي فورماسيون للتلامذ في لي سوفت سكيلز. Ils interviennent des professionnels بحال ANAPEC, l'INDH ou Carrière Center كيجيبوا ديز اكسترن دي جون اللي هما من لو دومين، دونك يعطي واحد الصوره واضحه للتلامذ ديالنا شنو محتاج سوق الشغل وشنو خصهم يكونوا عندهم باش يقدروا تانتيغراو فاسيلمون. تبارك الله عليكم، هادشي جميل جدا. كيف ما ولفتونا في الفقره ديال المهارات كندوزو للتحديات باش نديرو لا ميزون براتيك ديال هادشي اللي كنهضرو عليه. غادي ناخذوا واحد من الطلبه اللي كاينين هنا في سوليكود وغادي نقترحوا عليه واحد التحدي انه يدوز ان اونتروتيان مع ان ريكروتور ونشوفوا هاد المهارات هادو واش غادي يبانوا وكيفاش غادي يستعملهم في ان سيتوياسيون غيال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير بخير؟ لاباس الحمد لله. مرحبا، تفضل. لقيتي الطريق فاسيلمون ولا لقيتي الصعوبات؟ لا سهلة، تبعت جوجل ماب ديجا، يعني اللوكال نتاع لونتربريز نتاعكم واضح. مرحبا. الياس، سي الياس، تقدر تقدم لنا راسك؟ السلام عليكم. بعدا انا عفاني محمد الياس، 30 سنة، ديفلوبر ويب وموبيل. مي كاليتي عندي رياليزيت بزاف نتاع لي بروجي بوندون يعني لا فورماسيون نتاعي، منهم دي ميني بروجي اللي كنا كنقراوهم في ليكول اللي ديجا درت فيها لا فورماسيون. عندي لا جيستيون دو بروجي. مي كاليتي منهم يعني ليدرشيب و لا جيستيون دو طون بالنسبه لداكشي اللي قريناه واللي زعما اللي رياليزيتو. واش كتقصد بجيستيون دو بروجي؟ بالنسبه لا جيستيون دو بروجي، حنايا في لي فورماسيون ولا في لي بروجي اللي ديجا رياليزيتهم كيكون عندنا واحد بروجي اللي عطيه لنا لونكادرون تاعنا اللي عنده واحد ديدلاين، يعني خاصك دير واحد لا جيستيون دو طون تاعك، واحد لا جيستيون دو بروجي انطلاقا بزاف نتاع لي زوتي اللي كنخدموا بهم بحال لا ميثود اجيل، لا ميثود سكرام اللي كتفاسيليتي عليك لا رياليزاسيون باش ما طيحش في دي كونترانت اللي عادي يقدروا يصعبوا عليك لا رياليزاسيون.
سي الياس كنشكرك على الحضور ديالك معنا اليوم. غادي نشوف مع لي سوبيريور ديالنا باش ما كان ان شاء الله نتصلوا بك. شكرا سي عبد اللطيف. السي في نتاعي عندك ان كوبي منه ولا نخليه لك؟ لا تقدر تخليه حسيني وتخليه عندنا. شكرا مبروك. محمد الياس بارك الله عليك. واش ممكن تعطي لراسك نقطه على 10 وعلاش؟ بالنسبه لهاد ليكسبيرونس هادي نعطيها لراسي 7 على 10. علاش؟ حيت درت واحد لي فوت اللي كنخدم على راسي باش نصححهم باش ما نعاودهمش. كان جاني شويه ستريس اللي هو سي نورمال في هاد اللي كيكون يعني سي نورمال في هاد لي زونتروتي عند امبوش، ولكن يعني مع التجربه ومع يعني لي سيميلاسيون ان شاء الله اللي كنديروهم اكثر هنايا عادي يمشي هاد ستريس هذا. تري بيان. والاشياء المزيانه اللي درتي؟ انه جاوبت على حساب لي كومبيتونس نتاعي، وحاولت انني نقنع لو ريكروتور بداك الشيء اللي عندي، وعارف عندي واحد الثقه براسي بانه لي كومبيتونس نتاعي سواء تكنيك سواء يعني سوفت سكيلز غادي يمكنوني انني نكون صالح انني نتانتغرا في سوق الشغل. بارفي. دونك عندك ديجا اون بريز دو كونسيونس ديال كيفاش انت كتعامل. دونك شتي راسك انك ستريسي، ستريس عادي، ولكن فاش تيولي على شكل تعرق خصنا نخدموا عليه باش ما يبقاش يبان. لان ملي كيكون غير الداخل عادي، ولكن تيبان تيولي شي شويه صعيب. كانت شويه ديزيتاسيون عاوتاني بعض الاجوبه، ولكن اللي عجبني فيك هو لو نون فيربال. كنتي كتحرك بواحد الطريقه زوينه، كتماركي واحد الابتسامات في الاخر ديال الاجوبه ديالك، وكانوا عندك اجوبه ستركتوري. يعني كنتي كتعطي الجواب مثلا لا كاليتي، وكتقول فين تعلمتي هذيك لا كاليتي، شنو هو الدليل ان عندك هذيك الحاجه. وهذو حاجات اللي هما مزيانين. تبارك الله عليك. شكرا سي كريم. دونك نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله مع كونديدا واحد اخر باش نشوفوا واحده من المهارات الحياتيه اللي تقدر تعاونكم باش تنجحوا في الحياه الدراسيه والمهنيه ديالكم.